السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى رح نشوف مع بعض الثومية، طريقة طعم الثومية. رح نسويها بطريقتين، طريقة مع البيض، رأس ثوم مع حبة بيض، شوية ملح الليمون، ملح وزيت نباتي حسب الحاجة. عندنا الطريقة الثانية هي نشا، كمان مع الثوم وملح، وعندنا الماء أكيد لنسوي النشا مع بعض إن شاء الله. رح نبلش بطريقة النشا. عندنا مثل ما قلنا ملعقتين كبار نشا، وعندنا كبية المي. رح ندوبهم على البارد. هلا بنشغل الغاز. بدنا نحرك فيهم حتى يجمدوا معنا. هلا مثل ما كنتم شايفين جمد معنا. لو احتجتوا اكثر من كبية مي بشوي زيادة فيكم تزيدوا حسب الحاجة. هلا نحطها بالصحن وندخلها الفريزر لتبرد معنا، وبعدين نستعملها باذن الله للتون. هلا رح نشوف مع بعض طريقة الثوم مع البيض. عندنا هون زي ما قلنا راس ثوم مقشر، عندنا تقريبا 100 جرام مي، شوي يعني ملعقتين كبار، رح نطحنهم أول شي. بعد ما نفرم مع شوية المي رح نضيف رشة ملح، بعدين حنضيف حبة البيض، هلا حننزل زيت تدريجيا لين ما يقبل معنا الزيت ويصير ثقيل. اهم شيء الزيت ينزل شوي شوي. زي ما قلنا الزيت خيط، لما نشوف الثوم عم يتقل معنا. بس نحس الثوم تقيل نحط ملعقة ملح وحبة ليمون، نرجع نزيد شوية زيت. تمام ما شاء الله. هلا كمان شوي بنشيل ونحطه بالثلاجة البراد ربع ساعة تيجمد مضبوط. هلا صار جاهز معنا الثوم. هذي عملناها بالبيض، رح ندخلها الثلاجة تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة ونشوف بعدين النتيجة مع بعض بإذن الله تعالى. هلا رح نعمل مع بعض ثومية النشا. النشا بعد ما حطيناه بالثلاجة
تقريبا 20 دقيقة صار بارد. نقطعها مربعات صغيرة عشان نطحنه مع الثوم. نحن اكيد عنا هون هنحط ملعتين زبادي لبن زي ما قلنا، الثوم وملح، ملعتين كبار زيت نباتي، وشوية حمض الليمون او ليمون فريش. هلا هنحط مع بعض اللبن، الثوم، هنحط ملعقة صغيرة حمض الليمون، ملعقتين تقريبا زيت نباتي. نطحنهم. طحنناهم دحين. راح ننزل عليهم النشا. راح نطحنهم مرة تانية. هلا صار معنا جاهز الثوم، راح نسكبه بإذن الله. هلا مثل ما كنتم شايفين معنا صار الثوم جاهز. هذا الثوم بالنشا، هذا الثوم بالبيض. ضروري لما نسوي ثوم البيض يكون الزيت عم ينزل خيط لما يفرط معكم النشا، عفوا الثوم. وضروري تلتزموا بالمقادير مشان يزبط معكم. ما شاء الله جامد ممتاز جدا. وانتم فيكم تتحكموا اذا كان بدكم اياه خفيف ولا تقيل. ولا الثوم هذا بنستعمله اكيد للشيش طاووق، للشاورما، للدجاج المشوي، البطاطا، اي وصفات ممكن نضيف تطري طعم لذيذ.